السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو دي واحد الباب الزنقة كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ينزل الجوع ان شاء الله ربي بالشكل ديال كيفاش كان. اذا كنت اول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وتخلي شي تعليق اللي دعمنا ويشجعنا بحال دائما. الناس اللي مشتركين في القناة ديالي كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، راكم العائلة ديالي التانية. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم على التشجيعات ديالكم اللي خطيكم ربيكم كتزيدو القدام. المهم الزل اللي جوا هذا اللي عندنا باب الزنقة، الزل اللي جا فيه 60 سنتيم على 30 سنتيم، الثمن ديالو 170 درهم المترو. الزل اللي كيجي بحال المراية وكيعطي الديكور واعر في الواجهات، كيجي واعر وكيعطي الديكور واعر بزاف. خليكم على الفيديو باش تشوفوا النتيجة. بني راسك براسك وثق في راسك، قطع اي حاجز قدامك باش تحقق احلامك. حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك، كنت ما كنعرف نعمل والو وبديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت انا تايق في راسي. وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناة وفعل الجرس وعمل لايك وخلي الرأي ديالك في التعليق، حيت الرأي ديالك كيهمني.